السلامة، مرحبا بكم الناس الأوفياء اللي تبعوا فينا في أولاد الكوجينة سبيسيال رمضان. تبارك الله الوقت تعدى في ساعة في ساعة معاكم، وصلنا شايف لشهر الفضيل في آخره. تبارك الله، شايف شنحوالك؟ شنحوالك إيمان؟ لاباس الحمد لله يا ربي. نعرفوا توا الجمعة الأخرى متاع رمضان، والناس الكل تعبة من الصيام وتعبة من التطيب وتعبة من غسلين الماعون، سيرتو يخموا في الحلو وفي شريان دبش العيد. هذاك علاش باش نحاولوا نعطيوهم دروسات خفاف، دروسات صحيين، وميم طون حاجات حلوه وعربي. داكوغ، شايف شنو باش تحضر لنا اليوم؟ اليوم عندنا شربه صحيه برشا وباهيه، سيرتو بعد مده كبيره من الصيام، اللي هي شربه العدس. كيف باش نعملوا نواصل التونسيه القديمه على الطريقه الاصليه، خاطر برشا عباد يقولوا لنا راهي ساعات بتجيني ناقصه صوص، ساعات تجيني معجنه، دونك باش نطيبوها سولون لي نورم. داكوغ. بالنسبه للكيك نتاعنا اليوم، عندنا كيك قديم برشا توانسه قبل اللي يعملوه، اللي هو كيك بلاش عظم وبالتمر. يعطيك الصحة شيف بليغ. دونك شيف باش نبداو اليوم؟ أول حاجة باش نبداو بالنواصر نتاعنا. دونك باش ناخذوا السلادية هميلة، باش ناخذوا النواصر نتاعنا نتاع وردة. دونك وردة ودتنا بالنواصر نتاعها الدياري والبنينة. داكوغ، ديجا شايف بالحق الكعبة تشبه لأختها. أنا بالحق الأكلة هذه نحبها برشا برشا برشا، وتحية لميمة، خاطر كانت كل ما تطيبها لازم يكون صحني انا الاولاني هو اللي حاضر. باهي، نحن باش نغلفوا النواصر نتاعنا بشويه فحال، ما لازمناش نحطوا الكركم باش ما تجيناش من بعد ماهيش حمراء. اوكي، دونك باش نحط شويه فلفل احمر كيما هكا تشوف. وفما زاده استوس نابليه بتقول اللي الهروس يتحط مع الكسكسي ولا مع النواصر ولا مع الدويده. دونك باش نحطوا الهروس نتاع عبيده المفوح لهنا. بعض برشا سيد المشاهدين يقول شبيه حط الهروس في النواصر نتاعو، هذيا استوس قديمه يعرفوها ناس بكري. دونك تويكا باش نحط شويه ملح، شويه بركه ملح، باش تجي النواصر نتاعنا حمرا بالكدا وموزوزه. وباش نحطوا شويه فلفل حتى كان جات الصوص نتاعنا ناقصه حموريه، هاوكا الرابيل هذايا نتاع التفوير يريقلها. دونك باش نحرك النواصر نتاعي هكايا بشويه بشويه، باش تعطيني شويه زيت. داكوغ، شويه زيت يمان يزي فوالا. برشا عباد شايف ينسيو ما يعملوهاش ليتاب هذيا، لوغكو راهي مهمة برشا برشا في التحضير نتاع النواصر. لا دونك نواصر ولا الكسكسي زادة كيف كيف. باش أول حاجة تجي موزوزة ومفوحة بالكدا وكل كعبة كيف أختها. هكا نعملو تور دو ماه هكا بالكدا. باهي، دونك تويكا باش نبداو نحطوها في الكسكيس ساعة. أول حاجة باهي ايمان، فما استوس اخرى اللي هي باش ناخذوا بصل كي من هكايا، وباش ناخذوا عود قرنفل. اي عود قرنفل كي باش نحطوه في البصل باش يعطي بارفان باهي برشا. دونك نجي نحطوا هكايا هنا كخوش كعبات العود قرنفل. ذوما حاجات زمنيه وقديمه برشا، حتى في ليكول ساعات ما تنجمش تقراها، دونك نحاولوا نتعلموها من الناس بكري. نتعلموها من الناس بكري فوالا. فوالا ريتها كيفاه، باش نحطوها هكايا باش من بعد نجمو فاسيلمون نحيوها. باهي، تويكا باش نعمل الديبار نتاعي نتاع الصوص. باش نحط اليوم اخترنا المعون نتاعنا نتاع او ام اس اونينوكس. دونك الديبار سادة المشاهدين كيما الكسكسي تعرفها لاستيوس ايمان، نحطوا الزيت ونقليو الفلفل. سايبه كات وزويز. دونك تويكا باش نحطوا الفلفل نتاعنا. داكوغ. في الزيت، وبيان سور باش نحطوا الفلفل الاحمر الشايح. اللي باش يفوح لنا الصوص نتاعنا. الفلفل الاحمر الشايح كان قبل ما يتقطعش من حتى دار، حتى ما عندكمش تنجموا تاخذوا بتيت كونتيتي، تبداو بها لي ديبار نتاع الصوص الحمراء. دونك باش نرميهم يتقلاو شويه، وميم طون باش نرمي البصل نتاعي. دونك احنا باش نعملوها بالدجاج، هذاك علاش باش نحط الثوم. بالنسبة للثوم باش نقصو سور دو. داكوغ.
هكا نسي اللي تبعوا فينا توا و هذه الرسات الزمنيه القديمه. والرجال زاد اللي ناويين يتعلموا التطيب زاد شاب الحق راه نوجه تحيه لبرشا رجال زاد قاعدين يتعلموا معانا في الكوجينه. راهو بالحق الكوجينه ماهيش راهو لمسيكه هو اللي لازم المراه في الدار هي اللي تطيب، معناتها حتى الراجل زاد راهو ينجم يدخل زاد الكوجينه ويعاون، وعلاش ليه ساعات يطيب حتى خير من المراه. ديجا الراجل ابار دومين اون تونك بروفيسيونيل راهو الراجل بيرفكسيونيست اكثر في الكوجينه، خاطر المراه كي تتولد ديريكتومون تتعلم من عند امها ودابيتود تدخل الكوجينه، اما الراجل كي يدخل الكوجينه دونك هذه حاجه بلوس ويعطيها اكثر معاناه. اوكي شويه شاف شويه هذه المورال للرجال راهو. بيان سور. ديما نسي عندها اللمسه نتاعها والقوم نتاعها في التطيب. هكا شاف احنا ايكيب نسي ايكيب الرجال. كل حد يساوي ويدافع على شكون. وانتم ما عليكم كي تنجموا زاد تبعثوا لنا لي ميساج، هكاك نجموا نشوفوا شاف كل حد شنو جرب. باش نعطي ليكيليبر بالمناسبه نحب نقدم تحيه للنساء الكل والرجال ما فيها باس، ونقولوا كلمه حلوه وناخذوا حتى كادو صغير. راه النساء تعبوا برشا في رمضان في التطيب في غسلان المعون اي سورتو في تطيب الحلو. هكا سي بون تو هكا سي بون تو رضيت انت اللي تفرجوا عليك. بورتو والله يا ايمان لي فان نتاعي اللي يبعثوا لي في الميساج الاكثريه بنات، اما لازمكم يا نعملوا ليكيليبر. دونك سي بون تويكا باش نحيو الفلفل نتاعنا. ايه هذاك والفلفل الاحمر كيف كيف. فوحنا بيه سي فوحنا بيه الزيت نتاعنا. باه تويكا باش نرميو الهروس نتاع عبيده. واللي باش نحرحو بها بيان سور النواصل نتاعنا. داكوغ. واهم حاجه الطماط نتاع عبيده دوبل كونسونتري. داكا باش نحطو مغرفه ونص. ثم اللي يحبها صوص عاقده، اما انا جوا اللي نعملوها صوص خفيفه شويه تنجم تشربها نواصر لماكسيموم كيما العاده. ايمان مع شيف بليغ كالعاده والعواد شيف هذايا باش نكملها لك انا. يظل الناس الكل فهمتوا اللي الطماطم ما يزلناش نقليوها ديريكتومون في الزيت، نزيدوها تشاي شامي ومن بعد نمرقوا بشوي بشوي. حفظت درسي شيف. سي بون هكا. هانيت عليا في الكوجينه. والريحه فيها ديجا من قبل ما نزيدوا الفحات. فوالا دونك تويكا باش ناخذ الدجاج نتاعي. ساعات العباد تقول اللي الدجاج يجينا ماهوش مفوح برشا في لي صوص في المكرونه في كل شيء، دونك دو بريفيرونس قبل ما تطيبوه بنص ساعه بسويعه تفوحوه وحده. داكوغ. دونك انا عندي لنا سوبريم دو بولي كامل باش نقصه سور تروا وباش نفوحوه. شويه زيت. داكوغ. كان تعمل زي ايمان تمرق لي شويه صوص. بيان سور شيف. باش نحطو شويه بركه ملح. اي بون فوالا. وشويه بركه فلفل اكحل هكاك يشرب لفاح بالكدا. باش نقصولو شويه ثوم هكايا جويد. دونك لاسوس نفوحو دجاج افاخ. فوالا دونك سي اون مارينات في كل شيء ايمان لازمنا نفوحوه ما يسالش. قبل بنصيف ساعة باش يشرب لفاح بالكدا. حتى في الاسكالوب باني ولا في الاسكالوب غريي ونسكروا عليه باش يابسوربي لو ماكسيموم نتاع اللفاحات. داكوغ. دونك هنا تويكا باش نرمي الدجاج نتاعي. شنو قاعد لنا توا شيف؟ تويكا باش نحط الحمص. الحمص عمرنا ما نقليوه زادة. وبالطبيعه الخضره لابيتويل نتاع النواصل. حاجه البيه يا شيف اللي كل شيء يتحط مع بعضه. والنواصل من بعديك شيف نثنيوها بيان سور. فوالا دونك كيما الكسكسي بالضبط. قصيتهم هكايا اون كارتيي انا. وباش ناخو البصل انا حطيته في الديبار نتاع الزيت، اما باش نزيد نقص هكايا مرسويت هكايا. باش يعطيونا كي تقر الزيت يعطيونا كالوريزون المنظر محليه. والزيت هذاك اللي باش نمرقوا به النواصر نتاعنا اول حاجه قبل ما نحطوه للفوق. البطاطا باش نقصها على الطريقه التقليديه هكايا. ونمرقوها للمره الاخرى. وبيان سور باش نحطوا النواصر نتاعنا تفور مع راس البصل والعود قرنفل. سي بون توا شايف ننسى ونواصل نحطوها على جنب
ونتعديو للونطري نتاعنا شايف شنو محضر لنا تويكا. بالنسبه للشربه نتاعنا شربه صحيه برشا ومعروفه، دونك سي اون سوب دو لونتي، شربه عدس. اول حاجه باش نحط شويه زيت، بعد باش ناخذ الزبده نتاع ديليس بور فيكسي لو جو. ابار باش تغلفلنا كالعدس نتاعنا، تعطينا وتقوي في الجو نتاعو. خسرتها لك انا ديجا شنو معناها بور فيكسي لو جو. باهي تويكا باش نحط العدس، العدس نقليوه باش يزيد يعطي مطعم. وباش نحط الثوم قصوف جويد. حاجه الباهيه شايف في الغوسيت هذه اللي بالحق لي زانغريديون كل نحطوهم مع بعضهم ومن بعد كل شيء باش يترحق. سورتو للناس انا خممت فيهم خاطر جاوني دي ميساج ايمان يقولوا لي نحبوا رانا نعملوا ريجيم ومن تو نحبوا ماكله بنينه وماكله تونسيه وكل شيء، دونك باش نعملوا لهم الكيك بالتمر صحي برشا ما فيش عظم. والشرب تاع العدس من غير عظم؟ باه بيان سور نجموا نعملوا كيك من غير عظم، سورتو الناس بكرة كانوا يعملوا الكيك معناها جاتو كيما نقولوا نحن الخبزه نتاعهم بالحليب ديريكتومون العربي نتاعهم. داكور برشا شايف هذول الناس الكل تحب تتبعها خاطر بالحق شايف كيما قلت فما شكون يحبوا يعملوا دي ريجيم ينقصوا في حاجات ولا يزيدوا في حاجات، دونك ساعات ما يلقاوش لي روسيت اللي يمشيوا مع الماكله نتاعهم يلزمهم يتبعوها، دونك معانا احنا بقدره ربي الناس الكل باش تلقى الشهيوه نتاعها. باش نزيد البصل نتاعي تويكا مع الشوربه وباش نفوحوها، دونك هي باش تكون زهره. باش نحط الكركم نتاعنا اللي منه اللون ومنه شايف صحي برشا برشا. وباش نحط الملح ملح شويه بركة ديجا العدس باش يسيب المطعم نتاعو الملح نتاعو. وباش نحط شويه بركة فلفل احمر. داكا دونك حشنا بيه كان باش يفوحها مش للكولور. دونك بالنسبه للشوربه هذيا في الاصل راهي مغربيه، هي قديمه برشا اندلسيه ومغربيه فهمتني. يحطوا فيها الكمون علاش خاطر تعرف في لي زون كوتيير الكل في المغرب عندهم الحوت بزايد وكل شيء، دونك يحطوا الكمون. انا هنا مانيش باش نحط الكمون جوست باش نفوحها لفاح العادي. داكور باش نمرقها شويه حتى الكمون شايف كيف يتزيد، يتزيد ديما دو بريفيرونس يتزيد في الاخر اون بليس يتزيد مع الحوت في الروسيت نتاع شوربه العدس. يعطيك الصحه شايف يظهر لي توا قعد لنا كان باش نستناو السوب نتاعنا حتى طيب شويه باش نكملوا نزيدوها لي زانغريديون اللي قاعدوا الكل، دونك اقعدوا معنا وما تمشيوش لبعيد، نمشيو اشهر صغير ونرجعوا لكم.